هو الذي يفرض أدبيا وواقعيا على وزارة العدل أن ترفع يدها عن هذه المباراة. شهدنا خلال السنوات الأخيرة إشراف وزارة العدل على هذا الامتحان، وآخرها كان هذا الامتحان الأخير الذي قاطعته هيئة المحامين بالمغرب وجمعية هيئة المحامين بالمغرب. ومنذ الدقائق الأولى للامتحان شهدنا تسريبات لتلك الامتحانات. هذه من بين الأسباب التي ينادي المحامون بأن تنتهي، بأن تكون مهنة المحاماة تعكس وجهها الصبوح، بأن لا يسمح بالتأثير في مهنة المحاماة من الداخل، لا من حيث الزبونية ولا من حيث الفساد ولا من حيث المحسوبية. وبالتالي يجب أن يتحمل المحامون مسؤولية هذا الامتحان، سواء من حيث الولوج بطبيعة الحال، لأن هيئات المحامين الآن هي التي تسهر على تكوين هؤلاء المحامين، وهي التي لها القدرة على استيعابهم، ولا يمكن واقعيا أن تكون هناك أعداد كبيرة تلج مدينة واحدة. مثلا الآن بمدينة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء فيها 4000 محامي، ولج لهيئة الدار البيضاء 1000 محامي. هذا الولوج يشرف مهنة المحاماة، وهم زملاء لنا، وهم سند لنا وقوة مضاعفة لمهنة المحاماة. لكن تكوينهم يفرض على الهيئات كثير من الضغط، وهذا التزام يجب أن تقوم به وزارة العدل. هذا التكوين الذي يجب أن تقوم به وزارة العدل تقوم به الهيئات نيابة عنها. إذن السجل الآن الحاصل هو أن الوزارة تنظم الامتحان، تحدد عدد الناجحين، ولكنها تتملص من واجباتها في تكوين المحامين تكوينا يليق بمهنة المحاماة، وفي استيعابهم، وفي توفير الأرضية الملائمة لولوجهم عالم المحاماة والقضاء. شكرا.